رئيس صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء الذي عقد صباح اليوم عن بعد. في مستهل الاجتماع نوه مجلس الوزراء بما أكد عليه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه بشأن وقوف مملكة البحرين وتأييدها ومساندتها التامة لكل ما تتخذه أو يتخذه الأردن الشقيق بقيادة صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين من قرارات وإجراءات تجاه ما يهدد أمن الأردن واستقراره والذي يعكس قوة ومتانة العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين. مشددا المجلس على أن العلاقات بين مملكة البحرين والمملكة الأردنية الهاشمية وثيقة وراسخة وأن أمن واستقرار المملكة الأردنية الهاشمية هو جزء لا يتجزأ من أمن واستقرار مملكة البحرين. بعدها أكد مجلس الوزراء أنه بتكاتف جهود الجميع من أبناء الوطن والمقيمين ستتحقق غايات الخطط الموضوعة للتعامل مع فيروس كورونا، ومشددا بأن هدف المرحلة القادمة هو تقليل عدد الوفيات والحالات التي تتطلب الدخول إلى المستشفى من مضاعفات الفيروس، وذلك من خلال المبادرة بأخذ التطعيم والالتزام التام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية. مؤكدا المجلس على ضرورة الوعي بمقتضيات هذه المرحلة الدقيقة في مواجهة فيروس كورونا وما تتطلبه من روح مسؤولة بإدراك كل فرد بمسؤولياته والتزاماته لأبعاد المجتمع عن الخطر. ثم نوه مجلس الوزراء بجهود وزارة الداخلية بالتعاون مع وزارة الصحة في تعزيز الصحة وسلامة النزلاء والعاملين في مراكز الإصلاح والتأهيل وفق خدمات ورعاية صحية متطورة وبروتوكولات وقائية واحترازية تضمن سلامة الجميع. بعد ذلك أعرب مجلس الوزراء عن الاعتزاز بالدور الذي تطلع به الكوادر الطبية والصحية في الصفوف الأمامية للتصدي لفيروس كورونا وكافة العاملين في القطاع الصحي على ما يقدمونه من بذل وعطاء مقدر خدمة للوطن والمواطنين والمقيمين، وذلك بمناسبة يوم الصحة العالمي. بعدها أمر صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمضاعفة قيمة المساعدات الاجتماعية التي تصرف لمستحقي الضمان الاجتماعي ومستحقي مخصصات الإعاقة. وجه سموه وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمباشرة صرف هذه المستحقات، وذلك حرصا على تخفيف الأعباء المعيشية عن الأسر محدودة الدخل في ظل متطلبات شهر رمضان المبارك. بمناسبة اليوم الدولي للضمير الذي اعتمدته الأمم المتحدة استجابة لمبادرة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رحمه الله والذي يصادف 5 أبريل من كل عام، فقد أشاد المجلس بمبادرات الأمير الراحل وإسهاماتها في تعزيز دور مملكة البحرين في إشاعة روح المحبة والتعايش في تكريس السلام في العالم. كما أعرب مجلس الوزراء عن تضامنه مع جمهورية مصر العربية الشقيقة في الحفاظ على أمنها المائي وضمان استقرارها وتنميتها، معربا المجلس عن دعم المملكة للجهود المبذولة لحل أزمة ملء وتشغيل سد النهضة والحفاظ على الحقوق المالية والاقتصادية للدول وفق القوانين الدولية. ثم نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول أعماله وقرر ما يلي. أولا، الموافقة على المذكرات التالية. أولا، مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية بخصوص مشروع قرار بإصدار لائحة اشتراطات التراخيص للمؤسسات الصحية الحكومية تتضمن قواعد إدارتها والتزاماتها وأحكام الرقابة عليها. ثانيا، مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية بشأن قانون تنظيم الصحافة والطباعة والنشر. ثالثا، مذكرة سعادة وزير التربية والتعليم بشأن التوسع في تدريس اللغات الأجنبية المعتمدة في الأمم المتحدة كمواد اختيارية في المدارس الحكومية على مراحل، والذي يهدف لتطوير مخرجات التعليم ومهارات الطلبة في مجال اللغات الأجنبية. رابعا، مذكرة سعادة وزير الصناعة والتجارة والسياحة بشأن الإجراءات التنظيمية لتطوير آلية العمل بمحطة الدور للطاقة والمياه. خامسا، مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية بشأن ردود الحكومة على 6 اقتراحات برغبة مقدمة من مجلس النواب. ثانيا، استعرض المجلس المذكرات التالية. أولا، مذكرة معالي
لوزير الداخلية بشأن إنجازات قطاع العمليات والحوكمة بهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية لعام 2020. ثانيا، مذكرة معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني بشأن التقرير الاقتصادي الفصلي لمملكة البحرين لعام 2020، والذي أظهر استقرار الناتج المحلي خلال الربع الرابع من عام 2020 مقارنة بالربع الثالث من نفس العام، نتيجة لنمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 3.3% ونتيجة للحزمة المالية والاقتصادية وعودة الأنشطة الاقتصادية تزامنا مع الحملة الوطنية للتطعيم ودورهما في دعم عجلة الاقتصاد. ثالثا، مذكرة سعادة وزير الإسكان بشأن أولويات وأهداف الوزارة وبرامجها للأعوام من 2019 إلى 2022.